على كل واحدة منا أن تختار، إما أن تكون ناجحة أو مجرد شاهدة ومراقبة على نجاحات الآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم. أخواتي الفضيلات، أهلا وسهلا بكم في هذا الموضوع. إن شاء الله يكون موضوع مفيد وفيه فائدة لتعم أثر الخير على نفسيات الآخرين. إن شاء الله أنتظر تفاعلكم، أنتظر آراءكم الصريحة، لكن رجاء فقط أخواتي، وأمانة بدون ذكر أسماء، ولا لأني أريد أن يكون الأثر خير وليس أثر لا غيبة ولا نميمة، ولا هذا هدفي من الفيديو. إذن أخواتي، اليوم راح نتحدثوا أنا كمتلقية، أنا كمشاهدة، أنا كمشاركة. ولما نقول أنا، راني نقصدك أنتي وأنتي وأنتي وأي وحدة متتبعة ويأثر عليها اليوتيوب. أنا وش دوري في هذه المعمعة أكل تاع اليوتيوب؟ أنا كيف نخلي اليوتيوب هذا وسيلة أني نطور، مش وسيلة أني أكتئب والله نعيش في نكد، والله مع مرور الوقت نولي حاسدة، سمحوا لي على اللفظ، فعلا لأنه الأثر السلبي تاع اليوتيوب اللي هو مثل أي حاجة أخرى، عندها أثر إيجابي وأثر سلبي. أنا فقط وش خيرت، أنا كأنا وش خيرت. إذن أخواتي، راح نتحدثوا خصوصا على أغلبية الفيديوهات وش راهي تنشر. مثلا غيرت صالوني، غيرت غرفة نومي، غيرت مشترياتي التي لا تنتهي. كل هذه الأمور كيف تؤثر على المرأة الجزائرية الماكثة بالبيت؟ راح نذكر الماكثة بالبيت لماذا؟ لأنه هي الأكثر استعمالا لهذه الوسيلة. لأنه أخواتي، المرأة العاملة مهما يكون، المرأة العاملة أغلب وقتها يكون في العمل، لكن المرأة الماكثة في البيت حتى وهي تؤدي في وظيفتها السامية في البيت، راهي قاعدة راهي متلقية لليوتيوب، وبالتالي الأثر تاع اليوتيوب يكون عليها أكثر من على المرأة العاملة. إضافة إلى أنه يملأ نوع من الفراغ، يملأ نوع من الفراغ اللي تعيشه المرأة الماكثة في البيت. واعذروني، أنا لا أحب استعمال الماكثة في البيت، نحب نستعمل ربة بيت، المسؤولة على البيت، لأنها ليست ماكثة في الحقيقة. ماذا كنت أقول؟ كنت أقول أنه هي تملي به نوع من الفراغ، هذاك الفراغ اللي تحسه تحاول تمليه. بعض النساء للأسف عايشين حياة لا غالب، راهي كثيرات من النساء المغبونات، كثيرات تحاول أنها كما نقولوا إحنا بالدارجة أنها الديفولي باليوتيوب، فإذا تجد نفسها لا، اليوتيوب هذا اللي كانت ديفولي به، ولا مصدر تعاسة ليها، ولا مصدر نكد عليها. شوفوا أخواتي، ربما البعض يشوفوني مبالغ، لكن لا، أنا لست أبالغ أخواتي. أنا عارفة الرسالة اللي تجي من وسائل الإعلام وتأثيرها على المدى البعيد. مثلا أنت الآن تقولي والله أنا نتفرج، مثلا تكوني تتفرجي عادي، تتفرجي اليوم الأول الثاني الثالث وحدة شرات، تقولي عادي، ربي يعطيهم واحد، ربي يمدلو، ربي يزيدو، ربي يرزقني أنا أيضا. لكن لما تكثر الظاهرة هذه، وش تولي تقولي مع مرور الوقت؟ لأنه الرسالة ذيك اللي قاعدة توصلك راهي قاعدة تلعب في دورها، تعودي تساؤل اللي عندك في راسك، ليه يوليو لك يبانو لك هذوك اليوتيوبرز راهم هما الناس أكل؟ تعودي تقولي ليه الناس كل عايشين هكا وانا مانيش عايشة هكا؟ ليه الناس كل أزواجهم يمدولهم وانا زوجي ما يمدليش؟ ليه الناس كل شهرياتهم كفينهم وانا ما تكفينيش؟ ليه هما هك؟ تولي تشوفي في الناس كامل خير عليك. هنا واش تغيب؟ تغيب عليك أختي حاجة مهمة، الحمد. تولي، أنا سمحوا لي أخواتي، مانيش نقول بلي الناس كامل هك، لا، لكن أنا نتحدث إلى الفئة اللي قاعدة تتأثر، قاعدة نتحدث مع الفئة. كاين اللي شخصيتها قوية تشوف وش تشوف، لا يهم الأمر. كاين اللي حمد ربي تشوف وش تشوف ما تتأثرش. وش قلت؟ يغيب الحمد.
ونحن نعلم أخواتي أنه بقدر الحمد تأتي النعم. أنا كل ما نحمد ربي، ربي راح يرزقني أكثر وأكثر. كي نحمد ربي وش معناها نحمد ربي؟ راني شفت الأشياء اللي عندي، النعم اللي عندي كامل، ومن بعد نشوف الأشياء اللي ناقصتني. لكن أنا هذه الأمور اللي أتلقاها يوميا من اليوتيوب راهي تأثر عليا، تخليني مانيش شايفه اصلا الاشياء التي امتلكها، نشوف فقط الاشياء اللي يمتلكها غيري وانا ما نمتلكهاش. اذا اول حاجه لازمني الحمد اخواتي، لازمني نحمد ربي كل يوم ونحمده بصدق. الحمد لله عطاني ربي عيني، الحمد لله عطاني ربي عقلي، الحمد لله يا ربي راني برجلي بيدي قادرة نخدم على روحي، الحمد لله عطاني ربي أولاد أصحاء حتى وإن كانوا الأولاد مرضى راني أنا صحيحة قادرة نخدم عليهم. حتى وإن كانت شهرية زوجي قليلة، أنا الشهرية زوجي قليلة، لكن كاينين اللي ما عندهم الشهرية أساسا. لكن وش معنى هذا الكلام؟ معناها نحمد ربي ونحط يد على يد؟ لا، هنا بعد الحمد لازمني نحدد موقعي وموقع الإنسان. هذه مثلا صاحبة القناة اللي تبعث لي في هذا الرسائل بشكل يومي، لازمني نعرف انه هذه راهي خدامة على روحها، من لومها ولا تلومني، هي قاعدة تخدم على روحها وبالتالي ربي يسهلها. سواء خدمتها هذه انا كنت مقتنعة بها ولا مش مقتنعة بها، ما نسلهاش ببساطة، ما نسلهاش. هي عندها منتوج وقابضة مقابل هذاك المنتوج وقاعدة تعرض فيه، إذا هي راهي خدامة على روحها. إذا أنا الآن أنا اللي لازم نكون فاعلة، أنا اللي لازم نكون عندي هذيك الإيجابية ونبدأ نخدم على روحي. منين نبدأ نخدم على روحي أخواتي؟ ربما في السابق كانت أي وحدة تقول أنا مانيش قارية، لا غالب وصلت نافيا ماني، حتى وصلت نافيا ماني وقرايتي ونسيتها. الآن لا، لا يجوز لك أنك تقولي هذا الكلام أبدا. عندك مكتبة في دارك، مدامك هزة الهاتف وتكونكتي قادرة تقراي، قادرة تحسني من مستواك، قادرة تتعلمي حرفة، حتى وإن كانت ظروفك ما تسمح لكش أنك تخرجي وتديري حرفة، قادرة من دارك. هذاك الوقت اللي مضيعته أنا مع مشترياتي ومشترياتي نضيع يوم ورا يوم ورا يوم ونتعلم حرفة تنفعني ونحسن بها مستوايا. أنا كثير في المنتدى لما ندير منشورات كثير من الأخوات صدقوني نحس فعلا، هي كتبت لي تعليق لكن أنا نحس بكلمة كلمة قالتها، ذاق بهم الحال. يعني الشهرية أتعبتهم الحياة، شهرية قليلة، مسؤولية الأولاد كثيرة، دروس الدعم كثيرة، هذه المرأة ما لقاتش وين. أنا نقول لك وين اتجاهك أختي، اتجاهك الله عز وجل. عندنا حديث رائع جدا، من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد. يعني اللي كان عنده حاجة وراح للناس، الجأ للناس سواء بالدين سواء بالشكوى، لن تسد هذيك الحاجة. لكن ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. راهو الجئ الله عز وجل، ادعي بصدق، ادعي بيقين، يا ربي راك راح تستجاب لي. قال لك إن حسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة، يعني لما تحسني الظن بربي راهو من العبادة، هذه راهي عبادة. كما راكي تصلي كما، لماذا؟ لأنك عندك اليقين، عندك الإيمان بربي سبحانه. بعد ما نلجأ الله عز وجل راح نبدأ على روحي، نستغل وقتي من اليوم من غدوة نبدأ نتعلم حرفة على روحي. وصدقوني أخواتي بلادنا بلاد حرف، تكذب عليك اللي تقول لك ما لقيتش خدمة. انت باك طيشي هذيك الأفكار السلبية والحوار السلبي اللي بداخلك اللي يقول لك ما عندكش زهر، توقفوا على كلمة ما عندكش زهر، نحيوها أرميها من قاموسك. حذاري وتقولوا ولادنا ما عندناش الزهر، لأنه هذه من سوء الظن بالله عز وجل، كأنه ربي ظلمك لما خلقك، ظلمك بهذا ما عندكش الزهر. لا، الدنيا أخواتي قفازة وفحة، رغم كاينين الناس انسى مضيعين، وربما ساعات وساعات بين التلفزيون بين الانترنت.
حتى وإن كنت لاباس عليا وزوجي هذا مكفيني وأنا حابة نقعد في داري نخدم ولادي، حتى وإن كنت ما نخليش عمري يفوت. خمس أمور مغبون فيها الإنسان، من بينها الصحة والوقت. عمرك فيما أفنيته، يوم الأيام يوم القيامة راح نسأل عمرك فيما أفنيته، بوه راح نجاوبه ربي، نجاوبه أفنيناه في الرقد راقدين ونتفرجوا الشقة تاع الدار الذي لا ينتهي. لا، حتى وإن كنت لاباس عليك تعلمي حاجة اللي تنفعك وتنفع وليداتك. أخواتي هذه بداية وراح نكملوا إن شاء الله في هذا السلسلة، لكن نقول لكم أخواتي ما تنتظروش التحفيز لا مني ولا من أي وحدة. التحفيز يكون من داخلك من ظروفك، كما يقولوا الحاجة أم الاختراع. هذا فعلا هذا راه مثل يعني صائب 100%. بقدر ما تكوني محتاجة رايحة هذيك الحاجة تخليك نفكر واش نقدر كيفاه نقدر نحسن من ظروفي. التحفيز من داخلك من نفسك ومن ما من واه من استعانتك بالله عز وجل. لا انا ولا غيري راح ينفعك، اللي ينفعك هو الله عز وجل. نقول لكم في امان الله، نلتقي.